الخروف المصري ده عاده طبعا مصريه قديمه من ايام الفاطميين ماشي. هو بدا ان هو كان بينوروا بيه الشوارع في رمضان، فتوارث بقى الناس بقى بقت تجيبه في رمضان تنور بيه الشوارع. بقى عاده بقى في كل طفل لازم تلاقي الفانوس ده في ايده. من قبل كده كانوا بيستعملوا المعدن زمان والصفيح، وبعد كده الفوانيس الصيني انتشرت شويه بس مش بنفس يعني ايه الكواليتي او الجوده اللي احنا بنصنعه بيها دلوقتي. الفانوس دلوقتي احسن بكتير واشكال كتير وخامات كتير ماشي، وفرت علينا عمله صعبه ان احنا بدل ما نجيب من بره بنصنعه هنا في مصر. احنا بنبدا تصنيع الفانوس الاول بنعمل التصنيع على الكمبيوتر، وبعد كده بننقله على المكنه يتقطع الخشب، وبعد كده بيطلع من المكنه الرجاله بقى يقطع يجمعوه ماشي ويفرزوا كل حاجه لوحدها، وبعد كده يتجمعوا بقى كله لغايه لما يطلع منتج بقى زي اللي في ايدينا دوت، واسعاره متناول للجميع يعني. اسعار تبدا مثلا من 10 و20 لما انت طالع بقى. الفانوس المصري الخشب دوت بيعتبر هو ارخص من الصيني كتير ماشي، على الاقل بيوفر عمله صعبه ماشي. الخشب يعني الحمد لله متواجد ماشي، غير الفانوس الصيني بقى ان هو بيتكسر وبلاستيك وبيبوظ بسرعه، ده الحمد لله ممكن يقعد السنه كلها ويعيش طالما هتحافظ عليه هيعيش، ولو خبطته حتى مش هجرى له حاجه لان هو متركب بمواد لاصقه جامده يعني قويه امير وغيرها وحاجات من دي كده.